معاكم علي أحمد مزيل عبد الرزاق النصار، لاعب نادي الشباب الرياضي ومنتخب الكويت للمبارزة، وعمري 20 سنة. صار لي تقريبا بهذه اللعبة من 2012 إلى يومنا الحالي. والله اللي خلاني أختار طبعا هذه اللعبة أبوي، كونه لاعب سابق بنادي فيحيل، ما لعبت أي لعبات ثانية غير لعبة المبارزة. طبعا اللي خلاني أستمر بلعبة المبارزة دعم أبوي حقي، وأنه كان وده يعني أنه يشوفني شيء بهذه اللعبة، والحمد لله قدرت أن أكون أنا شيء وحققت لطموحة. طبعا شاركت بطولات عدة، منهم بطولة غرباسيا المقامة في العراق، وبطولة العربية أيضا المقامة في العراق، وبطولة آسيا 23 المقامة في الكويت، وبطولة العرب أيضا المقامة في الكويت. طبعا حققت مراكز في هذه البطولات، اللي هي بطولة غرباسيا المقامة بالعراق، الحمد لله حصلت المركز الثاني فردي والثاني فرق، وبطولة العرب المقامة في العراق حصلت المركز الأول فردي والأول فرق، وطبعا بطولة آسيا 23 المقامة بالكويت الحمد لله حصلت المركز الثالث فرق. طبعا الحمد لله طلعنا العديد من المعسكرات، منها ألمانيا وهنغاريا وبلغاريا وبولندا وفرنسا. طبعا تدريب النادي يكون فترة محدودة من الساعة 5 للساعة 7. طبعا الفرق بين تدريب المعسكر وتدريب النادي ان التدريب بالنادي يكون فترة محدودة من الساعة 5 للساعة 7 تقريبا، اما بالنسبة حق المعسكرات انت تكون متفرغ طالع هدفك شنو التمرين عشان تحصل مراكز، فانت تكون متفرغ حق التمرين وتمرينك يصير صبح وعصر. الحمد لله طبعا لعبة المبارزة ما فيها اصابات، وإذا كان فيها إصابات يعني إصابات تصير حق أي رياضي، اللي هو ممكن التمزق ممكن الرباط، طبعا هذه الإصابات هي لك إذا أنت ما سويت اللي هي الاسترتشات عدل. طبعا لعبة المبارزة هي تتكون من ثلاث لعبات، واللعبة اللي أنا ألعبها الفلوري، وفي الأبي وفي السابر. لعبة الفلوري يكون الهدف من الخصر للرقبة، طبعا اكون لاعب ناجح واثبت نفسي بالفريق باستمراري بالتمرين وتحقيق الانجازات، ونظام صحي يكون الواحد يتبعه. طبعا قدرت اوفق بين الدراسه والنادي بمساعده امي وابوي بتنظيمي حق الوقت. قدوتي اللاعب المرحوم علي خليل دشتي، اكثر اللاعبين اللي ارتاح معاهم بهاللعبه وارتاح لما العب معاهم هم لاعبين المنتخب، كوني انا العب معاهم كل يوم واتدرب معاهم كل يوم واشوفهم شبه يومي. طموحي إن شاء الله تأهل أولمبياد. طبعاً اللي يشجعني باستمراري بهذه اللعبة واللي يحث لي اليوم أن أنا أروح أتمرن وأحافظ على مستواي هو أبوي عسى الله يحفظه. اللي ينقصني طبعاً كلاعب كويتي الدعم من الهيئة، المدرب اللي ترك لي بصمة بحياتي وطور من مستواي كابتن خالد إبراهيم مدرب نادي الشباب حالياً. طبعاً أنصح الشباب أنهم يتوجهون حق الرياضة لأن فيها الصحة والعافية وأنها تشغل وقت فراغك. معكم اللاعب محمد ماجي الجزاف، ألعب لاعب نادي العربي ومنتخب الكويت تحت 17 سنة، صار لي بلعبة مبارزة 8 سنين. عمي كان لاعب سابق باللعبة وهو اللي دخلني اللعبة. لعبت لعبة كرة القدم نادي السالمية وما كملت فيها. اللي خلاني استمر بلعبة المبارزة أن أول شيء أنها هي لعبة فردية، واللعبة يعني تقدر تتفنن فيها على راحتك، ما عندك فريق يعني يساعدك وكذي، بروحك أنت تشيل نفسك. شاركت بطولة آسيا أشبال
حققت مركز الثالث فرق، وشاركت آسيا تحت 23 وهم فضية فرق. أي رحت ثلاث معسكرات مصر وجورجيا وهم مصر، نتمرن بالمعسكرات صبح وعصر ونحتك مع لاعبين ثانين ناخذ خبرة أكثر. أما بالنادي نتمرن تمرين واحد، تمريننا بالنادي كل يوم عدا يوم الجمعة تمرين واحد من 5 ل 7. الإصابات اللعبة شوية وما تأثر وايد بالإصابات، واحد يتفادى الإصابات بالاسترتشات قبل التمرين. كنت أتمرن يوميا صبح وعصر واجتهدت بطولة ورا بطولة، وجبت مركز الأول بفئة المستجدين والأشبال، وقاعد يتطور مستواي مع الوقت. حصلت مركز الأول بطولة، والكابتن بلغني إن اختاروني المنتخب. لما اختاروني المنتخب كنت مستانس بالخبر، أوازن بين دراسة والنادي 3 أيام بسمو أروح النادي واليومين الباقي ندرس فيهم. قدوتي لاعب هنغاريا سلاقي، إن شاء الله طموحي يوصل للأولمبياد. دور الإداريين كانوا تعليماتنا خارج الملعب وشلون يعني كل يوم نحضر التمرين ونحترم بعض، اللي يخلي التمرين يعني يمشي صح. أما المدربين كانوا شادين علينا ويعطونا يعني كل شيء يفيدوننا فيه، يشجعوني أمي وأبوي وكل اللاعبين يعني يشجعوني لما يصير كل شيء نلعب فريق كفريق مع اللاعبين. الدعم يعني قصنا الدعم من الهيئة وبس يعني ينقصنا الدعم. المدرب اللي طور مستواي كان مدرب نادي العربي أندري، هو إيطالي جنسيته، يعني مدرب كان ماشي صح مع كل اللاعبين، هو عنده فنيات خاصة يعطيها كل لاعب. أول شيء اهتموا بنفسكم ولعبوا رياضة، تبعد عنكم إصابات والأمراض ولعبوا رياضة.